Salut tout le monde, où chalakoum, chalatkounou kamel bkhir. Ana ça va, alhamdoulillah. Rah ndir lkom lyoum f hadi lvideo model من الموديلات اللي بعتوا لي خيرت لكم هذا الموديل روب سواري اللي راكم تشوفوا فيه تاع سهيله اللي لبستو سهيله طلبتوه مني بزاف لقيتو بزاف مع الموديلات اللي بعتوا لي دونك خيرت لكم موديل منهم واحد منهم دونك هذا الموديل اللي راكم تشوفوا فيه راح ندير لكم طريقه التفصيل ديالو دونك تبعوا معايا موديل سهل تقريبا كيما درنا في الموديلات الاخرى دونك ماشي حاجه كبيره كي تولوا تتعلموا لي ترانسفورماسيون تاع لي موديل تولوا تشوفوا موديل تعرفوا كيفاش جاي دونك هذاك تشوفوا الموديل واش عندنا عندنا كول في عندنا راهو كوبي على طاي عندنا هذاك الفولون اللي يجي هنايا على لا مونش عندنا جاي لاصق في لا ديكوب اللي قلت لكم ديجا في القندوره الفيغ يجي يلصق لداخل في لا ديكوب واش ثاني بون يجي برك طالع على لا طاي ما يجيش ما يبداش من لا طاي يجي برك طالع على لا طاي وما يجيش بوينتو وعندنا من تحت عندنا سون بانس لو با ديالنا سون بانس وعندنا راهو جاي سيغان شويه من تحت داكور دونك شوفوا معايا واش راح ندير انا كالعاده راح نبدا راح ندير الرقبه ديالي شويه ديكاجي راح ندخل ب 2 سنتيم هنايا وهنا راح نهبط راح نهبط انتم حسبوا من هذيك العظمه ديالكم تاع الرقبه احسبوا با شحال حبيتو با انا راح نحسب 10 راح نديرها بيان مفتوحه دونك بون راح نقول لجدد لي اول مره يتابعوني باسكو درت ديريكت الكورساج اللي موالفين يتبعوني ما يعرفوا كيفاش راني نخدم لي اول مره يتابعوني نقول لكم راحوا شوفوا الدرس تاع الكورساج دي باز افيك بانس كيفاش تخدموا كيفاش الطريقه كيفاش تخرجوا هذا الكورساج ابخي شوفوا الفيديوهات الاخرى باش تعرفوا كيفاش راني نخدم هكا باش واش راني ندير دوكا راح تفهموا معايا داكور دونك نكمل الموديل ديالي دونك عندي قلنا كوبي على طاي دونك عندي هذه تولي لي دي كوب نفس الشيء بالنسبه لودو دونك يمكن نديروا الفوقاني تاع لودو ابخي نروحوا لوبا دونك كيف كيف نفس الشيء ندير هنا بون ما نهبطش كيما دوفون راح نهبط هنا 6 سنتيم هنا هبط 6 سنتيم اللي تحب تهبط اكثر تهبط اكثر وهنا نفس الشيء راح ندير 2 سنتيم نكتب لكم هنا 2 سنتيم وهنا 6 سنتيم داكور دونك هنا نفس الشيء 2 سنتيم وهنا هبط ب 10 سنتيم داكور وندير لو في ديالي فوالا داكور الموديل تاعي راهو ديكوتي انا توجور ندخل ديكوتي 0.5 دونك اللي تحب ما تدخلش كيف كيف تخليه كيما راه باسكو ديكوتي ما فيش لي مونش دونك وعندي الموديل ديالي راهو سنتخي دونك احنا هبط هنايا غير بواحد سنتيم ندير التحريفه تاعي تاع لي مونشور ديالي نهبطها غير بواحد سنتيم باسكو الموديل راهو سنتخي وحنا خرج تاني تك غير بواحد سنتيم نفس الشيء بالنسبه للظهر واش درنا في الامام نديرو في الظهر بنفس الطريقه نعاود نطراسي لي مونشور ديالي نورمالمون راكم اللي تبعني في الفيديوهات السابقه او يفهم الطريقه ديالي دونك كيما قلت لكم الجداد اللي راهم يتبعوا فيا اللي اول مره يتابعوني نقول لكم روحوا شوفوا الفيديوهات السابقه هكا باش تعرفوا تفهموا الطريقه ديالي كيفاش نخدم داكور دونك فوالا هذا هو التحريفه ديالي جديده هذا هي الرقبه ديالي جديده نفس الشيء هنا بو عندي لابانس هنا راح نديرها واش قلنا كيما درنا في القندوره الفير راح نحسب هنا شحال عندي شحال قعدت لي دونك عندي هنايا تقريبا 2 سنتيم راح نحسب منها 2 سنتيم وراح ندير لا ديكوب ديالي تاع الظهر باش تجيني كيف كيف داكور دونك 2 سنتيم هذه راح ندير لها اون بانس صغيره تاع 1 سنتيم دونك 0.5 0.5 راح نهبط تقريبا 6 ولا 8 سنتيم داكور وندير اون بتيت بانس باش ندير لا ديكوب ديالي وراح نوصلها هنا مع لا بانس
داكوغ، دونك هنا زيد ان سنتيم، دونك كي نقطع هادي تروح، دونك راح نزيد منها ان سنتيم على زيرو سانك اللي دخلتها. داكوغ، فوالا هكا نعاود التحريفة ديالي جديدة. فوالا هكا، دونك نفس الشي في لاطاي، نخرج بواحد سنتيم الأمام والظهر، كيما خرجت هنا بواحد سنتيم هنا راح نخرج واحد سنتيم. فوالا اوكي هكذا. دونك دوكا واش راح ندير انا؟ هذا التحتاني قلت لكم ما فيش لابانس، دونك لابانس هذه ديالي تروح كيما درنا في الموديل اللي فات، لابانس تروح. دونك راح نقص القيمه تاع لابانس منا، دونك عندي 4 سنتيم، راح نحي 4 سنتيم تاع لابانس منا. داكوغ، نفس الشيء هنا عندي القيمه تاع لابانس ديالي 2 سنتيم، دونك راح نحي 2 سنتيم هذا منا. دونك هنا نعاود نطراسي ليونش ديالي. فوالا دونك هذا يروح، وهنا نفس الشيء يروح. اوكي دونك انا نلونه لكم باش يبان. قبل ما نلونه راح ندير لو با ديالي لتحت، راح نطولو فوالا، دونك يولي لي منا شي منا بو منا. نتوما كيما قلت لكم الطول من حبيتو ديروه، وين حبيتو احبسو الطول ديالكم تحسبوه من لاطاي. نفس الشيء بالنسبه للظهر، نفس الشيء بالنسبه للظهر. نسيت حاجه في الظهر ما درتها لكمش، دوك نوريها لكم كيف كيف درناها في الموديلات السابقه. هلا بون خليها كيما راهي. دونك دقيقه برك. فوالا هنايا في الظهر راح ندخل برك 0.5، 0.5 وندير سنتخرج صغير. راح تجينا الفيرميتور ديالنا راح تجينا في الظهر، دونك هذا راح يجي كوبي، راح يتقطع. داكوغ فوالا، هاوليك لو دو ديالي هاو دوفون ديالي كيما درنا في الموديل السابق. راح نقسم هذا على 3، راح ندير لتحت دي زيكلاتمون. بون شوفوا معايا، دونك عندي 29 على 3، دونك عندي 7 9 تقريبا 9.5. هلا بون راح نحوس على الجونو ديالي، راح نحسب الجونو ديالي وين جاي. بون راح نحسبو من لاطاي الجونو ديالي، فوالا راح نحسب الجونو. بون هذا راهو هابط على هذا، دونك هذاك راهو طالع. دونك هنا الجونو ديالي جيني شحال درتو هنايا، فوالا راح نزيد نقسم الظهر على 3، وراح ندير نحبس عند الجونو باسكو الموديل راهو جاي زيكلات مو هادوك راهم حابسين عند الجونو. داكوغ فوالا الموديل ديالي هكا. دونك لونو باش يبان لكم، قلنا توجور نخدمو لا باز، ابخي نخدمو نعدلو الموديل ديالنا، نديرو ترانسفورماسيون على حساب الموديل لي حبينا. دونك هذا راهو كوبي على طاي، دونك كل واحد يجي وحده. عندي لا بانس، دونك هذه ولات لي ديكوب ماشي بانسا،
دونك ولات لي ديكور صافي. واش عندي؟ دونك هذا الديفون ما راهوش بياسه واحده، عندي ديفون نيميرو 1 وعندي ديفون نيميرو 2. دوك نقطعو ونوريه لكم. هنا دو نيميرو 1 وهنا دو نيميرو 2. فوالا راح نلون التحتاني. دونك قلنا لا بانس نحيناها، دونك هنا كلي ما تكزيستيش لا بانس، دونك يولي لي هكا. دوك نوري لكم كيفاش يجي من تحت. داكوغ فوالا، دوك لي زيكلات ما نوري لكم كيفاش يجي. دوك راح نزيد اللون الفوق لو دو فوالا. قلنا الان سنتيم هذيك اللي زيدناها جديده، علاش نلون انا باش ما يتخلطوليش لي تخي الاولين باش نعرف وين نقطع. داكو لازم تتعلموا تميتريزيو بيان لي باترون باش هكا تجيكم الخياطه سهله. فوالا هكا لا بانس تحت نفس الشيء، نحينا لا بانس تاع التحت. فوالا هذا قلنا الملور جينا فيرميتور دونك يتقطع. اوكي راح نقطعو ونوريه لكم. داكوغ نسيت حاجه ما وريتها لكمش، دقيقه برك سمحوا لي، نسيت حاجه ما وريتها لكمش باسكو الموديل عندي سيغان. دونك هنا راح ندخل زوج ولا 3 سنتيم باش يجينا لا فورم تاع السيغان. داكوغ دونك انا هنا راح ندخل 2 سنتيم دونك راح يجيني هكا. بون سمحوا لي نسيتها فوالا، دونك راح يجيني هكا. نفس الشيء بالنسبه للامام والظهر، نفس الشيء نفس الطريقه. داكوغ تجيني لا فورم ديالي تاع الحوته كيما تقولوا لها نتوما. داكو ما راهوش باين حوته بزاف، راهو جاي غير من تحت وراهو جاي في لي كوتي بزاف سورتو. اوكي ولا لي في هام لي قطعتهم. دونك هام لي كلي بياس ديالي، دونك هذا التحتاني ديالي وهذا الدوفون. هذا يجي كوبي لي تلصق فيه لي يلصق فيه هذاك الشكل الحلزوني، وهذا لودو ديالي كيف كيف نفس الشيء نفس الشيء. هادو الفوقاني لا ديكوب لي يلصق فيه الشكل الحلزوني، وهذا لو با ديالي. داكوغ دونك اشوفوا واش ندير انا. هذا هنايا لي زيكلاتمون واش راح ندير له. دونك راح نزيد نقسم هادي على زوج، الوسطانيه راح نقسمها على زوج. شوفوا كيفاش راح نحل لي زيكلاتمون ديالي. راح نهبط هنا
1 سنتيم، وراح ندير تبعوني مليحه الطريقه كيفاش ديرو هذاك باش تخرج يخرج لكم الموديل هكذاك. شوفوا معايا، فوالا راح ندير هكذا، راح نوصل هذا الخط مع هذا وهذا مع هذا، ومن بعد منا راح نزيد نهبط 1 سنتيم ثاني، ونفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى. راح نزيد نوصل مع الخط تاع الجهه الاخرى، فوالا راح ندير. ومن بعد واش راح ندير؟ راح نحكم، راح نفتح هاد لي زيكلات ماو، راح نحل هاد لي زيكلات ماو هكذا حتى للطرف كامل. شوفوا معايا حتى للطرف، بالك يتقطع لكم ما بالك يتقطع لكم. فوالا فوالا لي في هاوليك هاليك لو با ديالي هاوليك لصقتو هكا باش نوري لكم. بون انا لو سيران ديالي راهو رايح غير في الكوتي، دونك الميليو ديالي نورمال، دونك هادو نخليهم كيما راهم. وهنا راح نفتح لي زيكلاتمون ديالي هاد لي دو، دونك راح نفتح نفس المسافه اللي نفتحها هنا هي المسافه اللي نفتحها هنا. دونك انا درت 10 سنتيم، دونك نتوما تقدروا ديروا اكثر 10 15 20 30 نورمال، تقدروا ديروا اكثر. دونك داكو، دونك هكذا ابخي هنا راح نعاود ود نطراسي لتحتها باش يجيني كامل كيف كيف. دونك هنا راح نعاود نسقمو باش يجيني كامل كيف كيف لتحتها، داكو؟ دونك يجيني هكذا، اوكي. دونك هذا هو، نقطعو ونوريه لكم. فوالا لي في، دونك هاوليك هاوليك كيفاش يجي. دونك كيما درنا دوفون نديرو لو دو نفس الطريقه، نفس الطريقه باش يجينا كيف كيف، داكو؟ دونك هذا هو، نروح انا ندير لو دو ونوري لكم كيفاش ديروا هذاك الفولون. دونك درناه المره اللي فاتت، وراح نزيد نوريه لكم باش نوريكم كيفاش تنقصوا من تحت من لاطاي طلعوا من يبدا الفولون ديالكم، اوكي. راح نديرو الفولون ديالنا اللي فيه كيما درنا ديجا، راح نحط الدوفون ديالي مع لو دو ديالي، وراح نحسب هذيك المسافه تاع لا ديكوب، راح نحسبها كامل هذه المسافه، داكو؟ انا دوك نحسبها، قلنا هذيك المسافه نقسموها على 3.14، نقسموها على بي باش نديرو نحسب نحسب القطر ديالي تاع الدائره اللي راح ندير بها الشكل الحلزوني، اوكي. فهمتكم ديجا، داكو؟ دونك عندي انا 82، راح نقسمها على 3.14، دونك طاحت لي 26.11. راح ندير 26.11 تقريبا 26، فوالا هكذا نقسمها على زوج 26.11 فوالا، ندير نصف الدائرة ديالي. هكذا ونكمل الدائرة ديالي منا. دونك فوالا داكوغ، هكذا هذه هي الدائره ديالي. دونك عندي راح ندير خط هنا، نطول الخط ديالي ونزيد نطول الخط ديالي هنايا. شوفوا تبعوا معايا، هذه جهه الكتف،
جهة الكتف. إذا راكم تشوفوا في الموديل راهو طويل، راهو جاي للعظمة ديالنا هذيك ولا تحتها. دونك راح ندير أنا تقريبا واحد 45، 45 أو جاي طويل، يبدأ من لا ديكوب ويهبط. دونك 45 راح ندير بالنا، راح ندير 20، 45 راح ندير بالنا 20. داكوغ، راح ندير منها 20 وندير النقاط ونوصل الخطوط والنقاط ديالي. دونك هنا يجيني يجي لا بوينت هنا، داكوغ، وهنا يجي الدائرة ديالي. دونك حسبوا كامل المسافة هذه، يجيني تقريبا هكا. ولا لي في دونك هنا، انا هنايا راح يجيني فلاطاي. دونك انا واش ندير، باسكو حسبت المسافه تاعي حتى لاطاي، دونك انا راح نطلع على لاطاي 10 سنتيم. دونك انا راح نقص منا 10 سنتيم ومنا 10 سنتيم باش يجيني سوا سوا في المسافه اللي راني حابتها، ما يجينيش مع لاطاي. داكوغ، دونك راح يجيني هنا. دونك 10 راهي تجيني هنايا، اوكي. دونك يجيني هكذا، داكوغ، اوكي. يتقطع، هذاك الفي يروح ويجيني هنا. كيتحل بون كيما قلت لكم في القماش، ماشي كيما في البابي. هاوليك كيفاش يجي بولون ديالي، كنحطو دوفون مع دو، راهو يجيني، راهو يجيني هكذا. دونك كيما قلنا ما يجيش في لا بوينت هنا، راهو يجيني لهنا، راهو يجيني هنا. هنا راح نحل شويه باش كيتفتح كوم سي ديكرون، كوم سي ديكرون باش يتحل لي. داكوغ، باش كي نحطو يجيني سوا سوا. دونك يجي هنا، دونك كيما كالعادة تحطو الكتف مع الكتف وديروه. دونك يجيكم هنا، يبدا منا. دونك لصقو ونوريهولكم. فوالا لي في، هاوليك الموديل ديالي لصقتو باش نوريهولكم. بون على البابي بيان سيغ، ماشي كيما القماش، ماشي كيما تشوفوه على القماش، بصح باش تشوفو الباترون ديالكم قبل ما تحطوه على القماش كيفاش يجي. دونك هاوليك لي ديكوب ديالي، واحد منا واحد منا، حطيت لو فولون ديالي هذاك في الوسط. دونك هنايا راكم تشوفو فيه واقف، باسكو بابي خشين ماشي كيما يكون تاسيو. إذا راكم تشوفو على حساب الموديل، تاسيو هذاك رقيق اون بليس سواغي. دونك يجي طايح، يجي هابط حتى اليدين، يجي هابط شويه. هنا كيما راكم تشوفوا راه طالع، ما راهوش جاي في لاطاي، طايع من الفوق. هاوليك نفس الشيء بالنسبه للظهر ونفس للامام، كيف لي ديكوب ديالي مع الفولون اللي يجي يلصق في لاطاي لتحت، ما كاش لابان صراحه. وهنايا يجي على حسب الموديل، يجي في الكوتي في الميليو، ما يجيش بصح في الكوتي، يجي ليجامو صغان، داكو، ويجي سنتخي. دونك هذا هو الموديل ديالي كيما راكم تلاحظوا، كيما راكم تشوفوا فيه. دونك هكذا يتفصل ويتحط على القماش، داكو. ولا لي في، هكا وصلت الى نهايه الفيديو ديالي. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو باش تشجعوني. نقولكم بقاو على خير وتهلاو في روحكم. هاي في الفيديو القادم، سلام.